سميتو الهايب هوبي. الهايب هوبي شوفي مولاي انت راه شي خرج موضه عرفتي حنا لكن هادو راه بنادم ولا عرفتي انت راه وليتي هايك العظمي ولا لا بنادم وانا حيوان. السلام عليكم احبابي خوتي خواتاتي العائله كامله كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه صحيحه لاباس اشوفوا العبديه ها هي متزره متزره ولابسه لالاك اللبس البلديه ديال العيالات الحرات ايوا كنصايب هاد ها نتوما كنشوفوا كنصيف البغريش تبارك الله كيفاش جا كله مشهد تبارك الله كنصوف فيه ها نتوما تبارك الله ها نتوما ها نتوما ها نتوما ولا تقولوا العبديه ما قاداش على الشغل ايوا خوتي غنديرها باش غادي ها نتوما ها نتوما خوتي راني سيره كنطيب فيه وهذه واحد الحوته هنايا صوبتها الياسين باش ياكلها هذا الفيلي ايوا ها هو البغير باقي ليا هنايا شله تبارك الله ها هو غادي نطيب اخوتي غنكمل الطياب ان شاء الله وغادي نعيط على الشاف الصوبي باش تجي تدي حقها من البغرير حيتاش ملي كندير البغرير ولا ندير شي حاجه ديال المعجنات ولا شي حاجه بحال هكا كنعيط ليها باش تديه ليها ولا غادي ولا نديه ليها انا بالحكم انها هي كتجي معطله ما كتجيش بكري وكتبغى بحال هكا مسكينه هي تجي باش تفطر تلقى باش تفطر وياسين ها هو فين جالس دار ليه الكريسي ديالو وغنعطيه في الحوت هو الاول وعمرت ليه واحد البراد تاع تاين عام سيدي ايوا نعطيه ياكل بعدا باش ملي نغبي نفطر ان شاء الله القاه شبعان واكل مهني هاني ها انتم اخوتي ها انتم معايا غادي نصيب هاد البغرير اللي باقي ليا ونعيط على الشاف الصوبي يجي ياخذ يديه اخوتي باش تصدق لكم البغيره زوينه وتكون مشهده المقله ملي تبغوا ترموه فيها دائما تكون بارده وملي طيب البغريره ونحطوها نعاود نبردو المقله في الماء بارد حتى تبرد عاد نكبو فيها سميتو البغرير ديالنا العجينه ونحطوها فوق من ديريكت بارده نحطو فوق منها البغرير ونحطوها للعافيه باش كتشهد اما الا كانت سخونه كتسد لينا الطقامي ما كيبقاش يتشهد لينا البغرير وتبارك الله راه درت شله ودابا غادي نعيط ليها باش غادي تجي تاخذ كما قلت لكم البغرير واليوم اخوتي راني ما دايره لا فطور لا والو باقي الخير من البارح ها نتوما شوفي ياسين فين دايره ليه هادي باش كندير ليه التليفون كي جلس يتفرج في المخيات دارها ليه باه ها نتوما انا راني باقي عندي العشاء ديالي الفطور ديالي انا مابقاش حتى في العشاء باقي غير ما بغيت نتاقلم انا على النظام ها نتوما صوبت البيتزا ها هي باقي النص ديالها كاين هنايا وباقي تبارك الله سميتو باقي الحريره راها فين كاينه راني حاطها في الكوكوط تبرد حيتها من الثلاجه وباقي البغرير والخبز وراجلي ندير ليه الحوت ديالو البطاطا ديال الفريت وهذا 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 وشويه العصير ما دايره اليوم لا في طيار لا والو ها انتم البغريره ديالي تبارك الله ها انتم دغيا تشهدت شفتوها ها انتم الا بغيتي نشاركوا معاكم ان شاء الله شي نهار كيف ما كندير ليه كيف كنعجنوا قولوا لي في التعاليق وانا معاكم ان شاء الله ها الشاف صوبي جا هاني اخوتي جاتني خليني نسلم هما كان دايره بحال ديما نطلق ميني راه يلا جايه من الخدمه ها انتم شدي عليا من تحت خلي يشوفوني ها يلا اخوتي جايه من الخدمه وكيصبر شويه كاين البرد ياسين خليني نهضر السلام عليكم اخوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بصحه جيده قالت لكم هذه ولي مال جيه راه ملي خرج معاك 100 ونص الجيه عندي وجهك بحال كوزينتي كون حط حمر شوف خوتي اش كوزينتي كيدي هكا هي طايله بحالها شوف خوتي معيطه عليا باش نجي وسيرات تعير في جنب الفوق شاهدوا عليا شاهدوا عليا وتنصب لك بعدا على شاهدوا عليها على الوكل ما كي ما عجبكش سميتو الهايب هوبي الهايب هوبي شوفي مولاي انت راه شي خرج موضه عرفتي حنا خوتي شو اللي ولي لبسوا عندنا انا ملي لبسوا عين لبسوا الشراط يخرج ولكن هذوك راه بنادم ولا عرفتي انت راه وليتي هايك العظمي ولا لا بنادم وانا حيوان وليتي سميتو هايك العظمي ولبس الجلابه وانتي مولاي انت راه داكشي زيره سبورتيف كلشي على الهيكل اللي فوق الراس كلشي على الهيكل اللي دير فيا مخي مخك انت اللي كدير فيا عام هنا من الفوق لا ها انتم راه يلاه جيت وراني دابا حبيت المي بلا الدري بعدا ياكل بدا الدري ما يقعدش ناكل انا وجيت نجري عيطت عليا ما داكشي اللي بغيت تعطيني
وشوفي لها لك اللبسه كي دايره والتحزيمه كي دايره. شوفي وبقيت صدت ما نقول لبست كسوه حمراء لصقت عليها. دابا الكسوه راه تعطل منها الشرح. عاود يقول لها ثاني بدلو. شوفوا حنا مباركين حتى جينا كساوي طوال. الا قلتو بدلو غادي يخسر لك المورا. حتى العنجل عاد تمشي لدرب السلطان ثاني. حتى العنجل هو كي دايرين. اش قلتي لي؟ قلتي لي سلموا عليكم. عطيش قالوا لك اش قلتي؟ العالم نسيت. لا كيسولوا عليك ويسولوا لك بدارسك مسكين. ياه لا هي كلشي كيسولوا عليك. شتك قبل تعاودي لي؟ ايوا لا نعاود لك نعاود. راه ما تعاودش ليا. عاودي عاود. انت لقيتك باش تعاودي؟ ما لقاتنيش يعني. لقيتك قريبة تلقيني. واش نهار لقات مقادة وفاضة؟ هما اللي شوفي تليفونك خاصني برشا. شوفي راني مقادة. الله يلا مقادة. راني داهنة الكريمة تاع الشمش ميتة. هاي هاي هاي. ماشي شوشي مجبد. هاي 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 هاي. تبارك الله عليك وكاين. عيني قاعدة داخلة. أنا حاجة وحدة اللي تتعجب فيها. هادي خلقت له وصلت له. هو مني فيدي يكبر. مني وجهي صغار وعيني فيك يكبر. وتبارك الله وصبع صبعي ولا كبار من خدودي. خاصك تمشي عند صوفيا طالوني. ياك نعيط عليها. شاهديني باش تنقص لك شويه النيف. لا تحيدوا هنا وتحطوا هنا. الله يلا ما عرفتش علاش عيط لك. ايه علاش عيط لك؟ اش عيطت لك؟ درت تبارك الله يا كما درتي داك البغري العمى. هذيك النهار خواتي قلت البغري العمى عيطت عليها ولكن ما لقيتش الدقيق. لا ما لقيتش. قلت لبوه اليوم غناكل بغري وربي كبير. قالت لي تعالي دي واحد البغري راه كاين ما عندوش العينين. قلت لها نهار ديري لي العينين عيطي عليا. قالت لي اليوم غناكل بغري باش ما كانش درت لي السميده رقيقه وباش دير لي الدقيق شوطت داك الدقيق غير الدقيق اللي ما كاينش. انا مشيت جبتو عند كريم راه لقيتو في ديليس. واخا جيبي بعد ديك الساعه معاك شي كيلو ونخلصك فيه. الله يمجدو. الله يستر يا ربي. خاطر انت نهار كامل انت تحاوتي. كثرتك عافي ارضي وديليس اكثر من دار. اكثر من دار. تقدر. ايوا حلي تبارك الله المغرب. وعاودي عاودي خويتك. ايه قولي. بسرابك. قولي رايك في البوغيري. تبارك الله تبارك الله. عافي المخوت. حلي حلي هزي السر داك الزينه تاعك المغرب. هاك هزي السيناك بغرير وقولي لي قاعدة عيطت لها. قلت لها تعالي خذي البغرير. قالت لي واش بغرير ولا عمى؟ قلت لها لا هذا عام عنده العينين. قلت لها كان عشي بغرير عمى بحال داك بحال تاع ديك النهار خليها عندك. قالت لي قلت لك راه بعيني. لا زين هذا. انا كل عام من نهار جات من المغرب عمرني ما درت البغرير في رمضان. كان يعيط. انت شنو تديرو؟ تعيط عليا. وكان دير غير هذاك الشيء هذا غنى راه ما تصدقش ليا. انا ما جينيش عمى. انا تيجيني عوار. واش تك دابا نزيتي بواحد الكلمه وما حسيتيش؟ اي اي شنو نزيتي؟ قلتي لي راني كليتي تنقلي. اي نسيتي. اش قلتي؟ قلتي لي راني دايره الكرواسه في كارطين. يا لا اي تي اشوف يا حصلتني. جات تاخذ البغرير هي دايره الكرواسه وما جابتش. ماشي كرواسه. بغيت تكرسك تي ديك ديك اللي تتشرى في ارضي راه مصوبه. هي عطا ارضي ديك ارضي. اي اي ديك ارضي ديك خلي واحد الخنشه تتباع مجمد هكا الواسه جابها الراجل قال لك ديريها ليا. اي ولا عكوليا عكوليا نعم شوف ها انت خويتك ها انتم اخوتي فاضحي على لا مش ماتك. انا زاد عيني جريت عيني جري عطياني بغريرات بغيت نقول عاورين سعرهم بعينيهم عندهم العين. وفينا هي البسطيله باش بالدجاج وبالحوت. بدا بالحوت ولا بالقمرون؟ لا تكون بي تكون جوج شكال وحده بالدجاج اي وحده بالحوت منوع اي داك الخبيش تاع الحوت. لكن راه باقي ما عنديش فراغ. وحده من الحب. شنو هو؟ باقي ما عنديش فراغ. طيب ما عمل مقلات لا سير عيد الدجاج قولي تحط لي في البسطيله وتعالى. علاش راه تدير شي تيه؟ شوف واه شتياني ها ما تحقروش. راه لا دارتي دار شي حاجه بابا ديرها ديرها ندير بابا شتي الحال واللي تقول انا راسي ماني ماش واش تكون شي عيبات الغلم معاك عيبات الغزال ديري معاهم هذوك ديرهم هذيك نعرفها المره الاولى نديرهم تاع الغلم وشويه بقاو يزيدوا تيولوا تاع الغزال. انا اللي باقا ما تسكتش لي الشباك اللي في يدي لحقاش ما عنديش فراغ. حاجه وحده اللي ما كتصدقش لي والصراحه راحه شنو هي؟ الكيكه.
كي كان ما تصدقش ليها واو. انا تصدق لي درتها المره الاولى جات طافسه وعميه انا دابا نوريها لك درتها المره الجايه درتها جات عاميه وما عاد كيدير الخطر ملي نديرها نعيط عليك تخوضيها تجي عاميه طلبوك على تجي عاميه يدي حتى تجي عاميه نكفي حالك على راسك وعاوش عاد ديرها الصغيره سريعة تقي في الطياره نمشي نعيط في الطياره صافي صافي والسلام طوي هذه كله اديني سيمانه سيمانه ولا تخليني هكا الله يصايمك ويا قلت لي جهز الزينه سيري قال لك الزينه خذي جو خذي جوج ولا وحده ونص شحال كاين تبارك الله انا ناخذ جوج ولا وحده ونص والله خير تربي ثلاثه موين كله تبارك الله مشهد اللي بغيتوها قولوا لي بالتعاريق نصاوب لكم ان شاء الله المغرب على وجهكم ان شاء الله ثلاثه كبار لا صغار خذي خذي خلي لي قاعه باش نفطر ونصح راك ناكلها بوحدي لا لا كاين راه تاكلها بوحدها ناكلها بوحدها تاكلوا مع العدوزه لا راجلها بطاطاك راه تحرقت والله الا تحرقت دايره واحد بطاطاك تقلق نحيدها لك لا حيديها حيديها فاش عاد حيديها ديرها في الطبسيل راه ما عندكش هذاك البيبي جانير ولا عندي هذاك سميت شغل يديك يلا مسخوطه وظهرها ولا يبان معظم مالو الظهر ده وشتي وتدوق دوق الشواري شفت الظهر وكل شيء على الشعير بانت لك بانت لك واحد الفتيله من الله الله يبارك الفتيله من الله وهانتم اخوتي شاركنا معاكم العشويه تاعنا فطور ديال البارح انا راه بعدا كان عندي فطور ديال البارح انا تاني عندي هذا شحال بغرير وجيت عيطت على الشاف الصوبي يدير بغريرات ياكلهم اعتق به روحه وتا هي راه قالت لي الصوب راه موجوده هي راه شفتها عندي طير عندي شويه الفطور شيط من البارح شيط الصوبه تمم لي الخير وعن صوتي واحد جويج جلبانه وندير لها بيضه انت تايب تفطر حلو وصلحت بيضات راه كنا تحرقوا يا راه واخا يولوا حداها رماد رماد هو راه لا هنا لا لي راه قلت لكم راه بيضه ما يعجبها بنتي بنتي اللي مشيتي دزيتي حسيتي دزيتو هاد المره قولي يديك انت يدزني الله هي حق سيدي راه ما راش فيه اش هذا شي نهار الله يسر شدي لي في يدو ديه المير بلاصه المدينه يشري لك براسلي اكسيك كامله اكسيني صاحبي قلت لي شي قدهب عاد اش يدير لك عاد حلمي عاد اش يدير لك يدخلني عند هايبي اي غنبقى انا عند هايبي تما غنبقى نعيط ورايا يا عم وفينك يا يونس عادي عيطت لي راجع الدار ولا شي بلاصه يقول لي ياك بنتي ذهبي وريتولك هي كي دخلتك على مول ذهبي الله يرزقك على الصحه والسلامه يلا خوتي سمحوا لينا راه حنا قجمنا معكم في هذه العشيه هذاك الشيء اللي كاين وضحكنا معاكم وانتم كتبغوا ضحك الخواتات وراه عندنا لكم واحد المفاجاه ان شاء الله غادي تكون تاعنا وموازنا ها انت نشتك وليدي عاد تفاجئي هو خليها معنا مفاجاه انا ما تقوليش ليا غنقول لك ان شاء الله يلا سلام عليكم اخوتي وشاهدوني وشوفوني راني تاعت شاويف راه شفتكم بقيتوش شفتوني طلع لك الدم راه عرفتي لما تشفت شانا المرض راني غنولي فيا ربع كيلو يلا خوتي السلام يلا عليكم السلام عليكم خوتي ان شاء الله فيديو زوين شكرا لكم واحنا معاكم ديما وشجعونا ابوني ولايك وبارطاج الله يحفظكم اخوتي السلام عليكم عليكم السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه كما تشوفوا راني الله فايقه تقريبا دابا راه الربعه ربع الربع هادي حنا عندنا السحور حتى الربعه و 28 دابا غادي يسال السحور وانا دابا راه بوحدي انا دابا فايقه ياسر راه بغيت نفيق نوض نتسحر وحتى هو بغى يلقى راحه تاع الحليب ديالو كنت كنتسلات بشويه بشويه حتى خرجت حتى نتسحر انا ان شاء الله يبقى ناعس حتى نتسحر هذا باش يفيق باش نصاوب القرعه ديال الحليب ديالو وانا نوريكم الصحيه ديالي انا اللي غادي نسحر ان شاء الله اليوم ها انتما كنسخن نتاع عمر برا تاعتي راني كنشحر فيه ها هو فين هو نسحر في برا تاعتي الخبيزه ديالي كنسخن فيها واحد القرعه ديال اللبن ها هي اللبن العصير شايط من الفطور راه انا تشحر صافي غادي نديه تما ها انتم اخوتي هنايا انا الفطور ديالي السحور ديالي ها انتم المتواضع ها
الراب تاعات هاي هذا شويه ديال الليمون مقطع وداك الشيء الكيلو وداك الشيء شويه الفواكه هذا الزيت والكوفيتي غادي نديرو في داك الخبيزه هذا التمر ديال المجهول راجلي كيبغي التمر ديال المجهول ما كيبغيش التمر العادي وعندي التمر العادي تاع هو كاين التمر المجهول وهذا هو السحور ديالنا ان شاء الله نجيب الخبيزه ديالي وندهنها بالكوفيتير وهذا الكوفيتير وزيت العود داك زيت العود تبارك الله اللي خديته من عند ديك البنت جا زوين وغزال تبارك الله وما نقولش لكم البنه ديالو زوينه ما كيضر ما حتى شي حاجه وباقي هانتوما تشوفوا الله يجعل شبارك بنادم ياكل اللي كتب الله وصافي بنادم ياكل اللي كتب الله دابا غادي ندير هادشي اللي باقي وغاني معاكم اخوتي دابا الفطير ديالي راجلي كيقول لي ما تفيقينيش للسحور كنصاوب ليه خوتي شويه ديال بحال دابا هاد البن كنصاوب ليه راني صاوبت ليه جبانيه تاع التشيشه دايره مفوره وهبطتها ليه لتحت هي واللبن هبطتها ليه لتحت انايا غادي نتسحرها بهادشي اللي كتب الله ديما كنديرها هذيك التيشه وداكشي ديما كنديرها اليوم غادي نديرها الخبز وهذا شويه اتاي واللبن نشرب غير هكاك وصافي وشويه ديال العصير كان باقي شيط وبنادم يلاه بنادم يلاه فاطر يعني شحال ناكلو كاع السحور شي حاجه ملي كنا خوتي في العربيه ملي كنا مع خوتي كانت الوالده كتفيق هي اللي كانت كتصاوبنا السحور كانت كتفيق كدير الخبز بحال كنكونو عاجن بطبوط بحال هكا عاجن بطبوط وهي كتشدو كديرو في واحد الطبسيل هكا وكتقم بحال هكا وكتشد زيت العود ودير عليه السكر وتزيد واحد شويه ديال السكر ولا العسل حنا كنا نديرو على السكر حيت تبارك الله بزاف الوليدات وداكشي كدير بزاف ديال البطبوط تقريبا شي 4 البطبوطات ولا 5 كديرهم في الطبسيل بحال هكا ونعمروا البراد تاعي ضروري من اتاي ونديروا هاد البطبوط وتقبوا بحال هكا بحال هكا ودير الزيت العود ودير فيه شويه السكر ولا كان العسل تا هو موجود ديرو وتسقي داك البطبوط بحال هكا تسقي كيجي يا سلام كيجي بنين وزوين وثاني الا كان شيشه وكان اللبن وكان كلشي كلي تبارك الله كنا ناكلو ودابا انت انا كندير داكشي اللي قديت عليه المستطاع ديالي كنديرو تاهما راه بركه انا كاع ناكل هادشي كامل الله يخلف الله يجعل شي بركه وها انتم معايا خوتي السلام عليكم بعدا نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال تكون سحوركم وصحه سحوركم يا ربي وبسلام عليك خوتي نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد زوين وسلام عليكم وشكرا لكم خوتي على 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 كل شيء التضامن ديالكم التشجيع ديالكم على المحبه ديالكم والله يحفظكم والله ينجيكم من كل شر يا ربي في هاد السحور ديال هاد الوقت بغيت ربي يسعد ايامكم بغيت ربكم بغيت ربي ان شاء الله ينوركم ويسعدكم ويزيد بكم ان شاء الله القدام في حياتكم بالحاجه الزينه سلام عليكم اخوتي